السلام عليكم. بحب قوي ابقى عامله حلقه قبل كده او عامله حلقه واتنين وارجع اعمل كمان حلقه ثالثه على نفس الموضوع، عامله زي المسلسلات الناجحه كده او الافلام الكويسه لما بتنجح جامد ويعملوا منها جزء تاني وتالت. تحليل الجي اف ار عملت حلقه قبل كده عنه بالتفصيل، وازاي بحسبه واصلا معناه ايه، واتفقنا ان هو بيتقال عليه اي جي اف ار استيميشن جلوملر فلتريشن ريت، او يتقال عليه ايه غير استيميتد جلوملر فلتريشن ريت جلوملر فلتريشن ريت على طول، او معناه بالعربي معدل كفاءه الكلى معدل ترشيح الكلى. يعني عايزه اطمن على الكلى كده من الاخر واشوف كفاءتها، او ممكن اتنبأ هي اخبارها ايه، ممكن اشوف من قبل حتى ما يحصل تلف او فشل كبير قوي في الكلى، ممكن اخد بالي واتنبأ بالنسبه بتاعته، ولا هل انا مرحله اولى ولا تانيه ولا تالته ولا رابعه مرحله متاخره. اتفقنا ان هو ده الفرق بينه وبين تحليل وظائف الكلى اللي في الدم العاديه زي تحليل الكرياتينين مثلا اللي هو اكترهم اشهرهم يعني واكترهم في الخصوصيه وفي الحساسيه مور سبيسيفيك اند سنسيتيف زي ما اتفقنا كان تحليل الكرياتينين، ويجي بعده بقيه تحاليل وظائف الكلى اليوريك اسيد والبلاد يوريا، وقلنا الفرق ما بينهم وما بين الجي اف ار. الجي اف ار هيساعدني اتنبأ اصلا من البداية انا في انهي مرحلة، اتنبأ انا محتاجة غسيل كلى ولا لا، لو انا اصلا كده كده الدكتور عارف ان في فشل كلوي وعملت كرياتينين اعمل له الجي اف ار كمان عشان تتأكد اكتر الحالة واصلة لفين. اتفقنا ان له معادلة بنحسبه منها، والمعادلة بتختلف اختلاف بسيط كده من الانثى للراجل، ومهم جدا فيها حساب الوزن، ومهم فيها جدا حساب الكرياتينين في الدم. طب النهارده بقى نتعلم مع بعض كيفيه قرايه تحليل الجي اف او. اقرا ازاي؟ لان كتير بيسالني في الحلقه الاولى او الحلقه الثانيه اللي انا عملتها عن اهم الاسئله بخصوص الجي اف او، هسيب لكم اللينك بتاعها برده عشان تتابعوها لو يهمكم الجي اف او تعرفوا كل حاجه بخصوصه. جمعت كل الاسئله المهمه اللي كانت بتجيلي عنه وجاوبت عنها في الحلقه دي، كانت الحلقه الثانيه. ولسه لحد دلوقتي ناس كتير مش بتعرف برضو لما يكون الرقم اللي طلع لها ده 70 80 لا 100 او 110، طيب لا ده طالع 50 بقى حتى، او طالع لا قدر الله 20 او 15، ده معناه ايه؟ انا واصل لانهي مرحله؟ طب ليه الدكتور اكتفى بعلاج بس، او الدكتور قال لي اشرب ميه كتير وبس وخلي بالك من الادويه والمسكنات، وليه الدكتور في الرقم ده ممكن يقول ده لازم غسيل كلى حالا؟ هنتعلم مع بعض قرايته وايه الكلام الكتير اللي بيبقى مكتوب ساعات في الريفرنس رينج اللي هو المعدل الطبيعي ده. مش هطول عليكم، يلا بينا. لو جينا نشوف الحاله دي مع بعض، دي حاله انثى السن 65 سنه. انا دايما بركز على السن ليه؟ عشان نبقى عارفين وحاطين في حساباتنا ان الايدج كل ما زاد كل ما اصلا كفاءه الكلى بتقل كده كده، ده طبيعي يعني. يعني انا لما بشوفها عاليه ما تبقاش عاليه قوي طبعا، يعني لما بشوفها عاليه عن الطبيعي اللي المفروض تكون فيه او عن المعدل الطبيعي ببص للسن الاول. اول حاجه اشوف اصلا هو الشخص او الحاله ديت عندها كام سنه. طبعا احنا عارفين معدل الجي اف ار كمان بتيجي من الكرياتينين، لازم اكون عاملاه في الدم الاول، وحتى لو طالع مظبوط اعمل جي اف ار اشوف معدل كفاءه الكلى كام بالظبط، اتنبأ ممكن قربت حتى يبقى فيها مشكله مثلا، او فيها مشكله دلوقتي ولا لا. طب لو فيها مشكله في تلف في الكلى دلوقتي او فشل نسبته قد ايه؟ هل نسبه متوسطه ولا هل نسبه بسيطه خالص ولا نسبه جديده ولا في مرحله متاخره؟ وده بقى هنا اللي بيقوله المعدل الطبيعي. شايفين هنا الحاله بتاعتنا الطبيعي 72. طيب الريفرنس رينج المعدل الطبيعي بيقول لي نورمال طول ما هو اقل من 90. انت الحاله بتاعتك طول ما هي اقل من 90 اعلى قصدي من 90 انت هتبقى طبيعي. طيب المايلد كيدني دامج دي يعني ايه؟ حاله تلف كلى او فشل كلى بسيط خالص. مايلد دي يعني نسبه بسيطه، ما تبقاش مقلقه قوي، بس بتتنبع لان احنا برضو نخلي بالنا او ان احنا كده مش الوضع المية مية يعني الممتاز. بيبقى من كام لكام بقى؟ من 60 لحد قبل 90 على طول، من 60 لحد 89.
زي النسبة بتاعتنا هنا كده 72، يعني الحالة مايلد كيدني دامج، لا 65 سنة اصلا احنا بنعتبرها كويسة، تعتبر طبيعي بالنسبة للسن ده، طبيعي ان هي تكون اقل شوية من المعدل الطبيعي، فاهمين قصدي؟ على عكس مثلا لو الحالة دي حالة شاب مثلا تلاتينات ولا حد في العشرينات، مدريد كدني بتعملش بقى، بتبقى درجة متوسطة لو ما بين 30 و59، تمام؟ بقول لأ ساعتها بقى لأ حالة تلف الكلى شوية أو كفاءة الكلى متوسط شوية. سيفير كدني دامج لأ ده شديد، ده تلف الكلى هنا أو فشل الكلى شديد قوي لما بيكون من 15 ل29، ودي اللي احنا بنسميها ايه؟ مرحلة تانية، المدريت مرحلة تالتة، ومايلد الاند ايدج بقى اللي هي ايه؟ لا دي اخر مرحلة، اكتر مرحلة فيها تلف للكلى لما بتكون طالعة اقل من 15، احنا بنسميها قصدي مرحلة رابعة غير انها اند ايدج، والسيفير مرحلة تالتة، تمام؟ اصعب مرحلتين هما التالتة والرابعة دي، اللي هو لا يبقى واصل كده ان انا مش مجرد ان انا بتنبأ، لا ده واضح ان في فشل كلوي كبير لما بتبقى اقل من 15 كده، وغالبا بتبقى الحاله دي اصلا بتغسل كلى، والسيفير ممكن يبقى فيها غسيل كلوي برضه، انما نادر ما يكون مثلا في المرحله المايلد والمدريت، ده انا بس ايه بتنبأ بيهم كده ان كفاءه الكلى بدات تقل شويه، في مشكله في الكلى، تمام؟ تعالوا نشوف حاله تانية مع بعض. تعالوا مثلا نشوف حالة تانية زي دي، الريزلت طلع كام؟ 55. الريزلت دي بتيجي منين؟ في ابليكيشن بتحسبها، بدأت دلوقتي تبقى موجودة على بلاي ستور، بس طبعا تبقى مدخل له تحليل الكرياتينين برضو وعامله في المعمل بتاعك، وفي معامل بقى بتحسب الجي اف ار من المعادلة اتفقنا عليها، بيكون معلوم فيها الوزن ومعلوم فيها الكرياتينين، وبتختلف حاجة بسيطة كده من معادلة الفيميل عن الميل. زي ما قلنا السن له تأثير، يعني انا عندي هنا 33 سنة، يعني بقمة الشباب، يعني الحالة دي لما تكون 33 سنة وانا عندي النورمال المفروض اصلا اعلى من 90، واضح طبعا انها قليلة. طب قليلة بدرجة قد ايه؟ اقل من معدل الطبيعي بكتير. انا عندي المايلد كيدني دامج بتكون من 60 لحد 89، ده هي مش ما بين 60 و89، ده اقل كمان من 60، يعني في المرحلة المدريت كدني دامج اللي هي ما بين 30 و59. مدريت دي الدرجة المتوسطة اللي اعلى من المايلد، مايلد يعني بسيطة، الدرجة المتوسطة دي لو انا بتنبأ بيها لسه الحالة تغسل كلى ولا لا، في فشل كلوي ولا لا، لا واضح ان الدكتور هيبدأ يتابع ويهتم بالحالة اكتر، ويخليها تشوف على حسب نسبة الكرياتينين برضو، يشوف هي محتاجة بقى يعني غالبا ما بتبقاش لسه محتاجه غسيل كلوي، يعني لا كده انت في المرحله المتوسطه، لا ده هنخلي بالنا جدا انها ما تقلش عن كده، لا ده ممكن يبقى فيه التهابات في الكلى وفشل مثلا في حتى في كلى واحده من الكلتين، طيب هنشوف ونتابع. طب يا ترى كل ما اجي اعمل شيك اب كده على الكرياتينين والجي اف ار لوحده النسبه بتزيد ولا بتقل كمان اكتر عن كده، تمام؟ احنا طبعا في جي اف ار عايزينها تزيد، مش عايزينها تبقى قليلة، عايزينها تعلى كده لحد ما تبقى قرب التسعين او يريد فوق التسعين كمان، عشان يبقى كفاءة الكلى تبقى تمام. انا كده جبت لكم حالتين، حالة مايلد وحالة مدريد، باختلاف السن كمان والعمر وازاي نفرق. جي اف ار نفسها بقى بتتحسب منين؟ هحط لكم المعادلة تاني هنا برضو في الحلقة عشان تفتكروها، زي ما قلت لكم في ابلكيشن دلوقتي كمان على بلاي ستور اللي عايز يحسبها لنفسه، بس بيدخل الوزن ويدخل الكرياتينين على الابلكيشن ده عشان يعرف يحسبها مظبوطه، وفي معادله بالوزن وفي معادله ما فيهاش وزن، اللي بالويت بتبقى ادق طبعا وافضل. بنحط في حساباتنا برضو الناس اللي عندها عضلات وبتلعب رياضه وعندها عضلات بزياده، ممكن تطلع مثلا هو النورمال فوق 90 من 90 ل110، من 90 ل120، ممكن تطلع حتى الناس اللي عندها كتله عضليه عاليه اعلى من 120 كمان، دي حاجه كويسه طبعا، كل ما طلع اعلى ما بنقلقش منه يعني، تمام؟ لو عجبتك الحلقه لايك وشير، ان شاء الله تكتبوا لي برده اسئلتكم في الكومنتات واي اقتراحات للحلقات الجايه. السلام عليكم.